عايزين نستمر في التهنئة ونرحب معانا بنجم السابق للمنتخب المغربي كابتن محمد التيمومي. كابتن محمد مساء الخير وألف ألف مبروك. مساء الخير، مساء النور، ألف ألف مبروك مبروك، علينا جميعا ويعني صف لي للمغرب مشاعرك. والعرب والدول الإفريقية. الحمد لله المغرب الآن مثل المغرب مثل دول العرب ودول إفريقيا. نعم، حيث تواجدك الآن في مبروك علينا الدوحة، جميعا. صف لنا الأجواء الآن في الدوحة، وصف لنا كيف كانت الأجواء في المدرجات أثناء المباراة. شوف الأجواء، شوف هذه نوصف عليك، يمكن نوصف عليك ولكن كنت عايشها ولا تعيش فيها. فالكل مرتاح الحمد لله، سواء مغاربة سواء مصريين سواء قطريين سواء جميع الدول العربية ضمنت مع الممثل الوحيد اللي بقى في هذا الحدث وحقق النتيجة الإيجابية اليوم بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، فهو مواكب ومساير الوقت. وأكيد بأنه تشرف العرب، تشرف إفريقيا كقارة، ونتمنى المزيد إن شاء الله. نعم، وفي الجيل هذا قادم بإذن الله، وغيمكن يتجاوز المباراة المقبلة حتى هي، لأن كانت عقدة ديال تزامية الجوزة، ولكن غادي يمكن يتجاوز المباراة المقبلة اللي غتكون ضد البرتغال أظن. نعم، يعني من خبرتك في المشاركة مع المنتخب المغربي سابقا في كأس العالم، ما أهم النصائح التي تنصح بها الجهاز الفني واللعيبة استعدادا للمباراة القادمة التي يبدو أنها ستكون في مواجهة منتخب البرتغال الذي سجل منذ قليل الهدف الثاني أمام منتخب أو في شباك المنتخب السويسري؟ لا، هو كان متوقع باش غادي يمر المنتخب البرتغالي، ولكن بالنسبه لنا احنا اصبح الفريق الوطني يقدم واحد العروض اللي هي ممتازه وجيده، لا على مستوى الجانب التكتيكي اللي كيفرضوا الناخب الوطني واللي كيهضموه اللاعبين بحكم انهم لاعبين محترفين، فكيطبقوا بالحر يعني التعليمات ديالو. ثم انه التركيبه البشريه اللي كيضمها تركيبه اللي هي غنيه وافره، وانا كنت انا كلاعب كنت متوقع بان الفريق غادي يمشي بعيد وغتجاوز الفرق هذه. نعم، كل التوفيق للمنتخب المغربي في مبارياته القادمه، وباذن الله يحقق مزيد من الانجازات. بشكرك شكرا جزيلا كابتن تيمومي، كل التحيه ليك ولكل اشقائنا المغاربه، وباذن الله يستطيع